يلا تعال. ايوه يا هشام، معلش ستي كانت جنبي والله وما كنتش عارفه ارد عليك. اسمعي يا هشام، احنا شكلنا كده مش هينفع نتكلم مع بعض تاني زي ما بقولك كده. ايوه انا كنت قايله لك ان لو هيبقى في حاجه بينا لازم تتقدم لبابا رسمي، بس انا ستي طلعت اخده بالها وقالت لي يعني ان احنا ما ينفعش نكلم بابا في الموضوع ده، علشان ظروفنا وكده. بص انا عارفة انك انت عايز تتجوز، اتجوز واحدة تانية ظروفها احسن مني. يلا ربنا يوفقك. سلام. أنا عمري ما هتجوز ولا هحب حد غيرك. هشام يا بابا، تعمل ايه يا ابني عندك ومتنح لمين؟ لا مفيش ولا حد. لا فيه، انت متنح لبنت هادي عبد الصبور. امك فهمتنا على كل حاجة وقالت لي ان انت عايز تتقدم لها. ادي انت عبيط يالا، انت مش عارف وضعنا بقى شكله ايه دلوقتي؟ بابا احنا مهما ربنا كرمنا الناس دي برضو اهلنا ومن توبنا. لا مش من توبنا، احنا طول عمرنا عارفين ان انا لما هورس في عم زيد في البيت ده وضعنا هيتغير. وديني ورست، والبيت اللي احنا فيه ده والبيت اللي فيه سهادي وعيلته الاتنين هيتهدوا ويطلع مكانهم ابراج. يعني كده كده مشاكلنا معاهم جاية. والاهم من كل ده بقى ان انت مش هتتجوز غير بنت عمك زيد. حط الكلام ده في راسك، لبنى بنت زيد وبس. فهمتني؟ خلصانة اقسم بالله، انا مش هروح العب مع عيال بتوع بابي ومامي دول. اخلعوا. ايه يا عم نادي؟ ايه يا بدري، في حاجة؟ سعيد حصل له حاجة؟ محدش يقدر يجي جنب سعيد وانا موجود. بس كان في واحد كده قالب عليك الدنيا من الصبح، كان اسمه ناصر، بيقول لك عايزك تروح له عند محل الموبايلات اللي انت كنت عنده الصبح. ماشي يا بدر حبيبي، عايز حاجه؟ لا. اخيرا ظهرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي ناصر ابن الحاج يوسف. بص انت، بعد ما مشيت انا ما سبتش ابويا لما اعرف الحوار بتاعك. معلش بس انا ابويا ما بيحبش المشاكل ووجع الدماغ. انا بصيت في الكاميرات عندي وصورتها على الموبايل اهو. بص هم دول صح؟ ايوه هم دول. طب بص بقى، العيال دي انا اعرفهم كويس. نصيحه ليك، العيال دي سكتهم جنازات وانت شكلك مش بتاع مشاكل. انا فعلا مش بتاع مشاكل، بس استحاله اسيب حقي. انا ممكن اعرفك سكتهم بس مش هتعرف تاخد منهم الحق ولا باطل. في نفس الوقت برضو انا ما اقدرش اطلع الفيديوهات من غير موافقه الحاج. يعني لو عايز تبلغ انا ماليش فيه. امال انت جبتني ليه؟ انا كنت فاكرك عايز تساعدني. انا بقول لك لو عايز تعرف سكتهم اعرفك. ايوه اعرفك. طب بس اهدى على نفسك كده، فكر بالراحه. دلوقتي انت قابلت العيال دي امبارح ما عرفتش تعمل معاهم حاجه، فاكيد برضو لو رحت لهم منطقتهم مش هتعرف تعمل معاهم حاجه. استعوض ربنا بقى خلاص. انت لو حد ثبتك وخد فلوسك اللي شقيت فيها عشان اهله هتسكت؟ بصراحة مش هسكت، بس ما انت سكت امبارح وعيني ما شافتش النوم. عرفني سكتهم. استغفر الله العظيم.
الصبح. يا روح روح. ايوه بابا. ما تعرفيش يا بنتي نادر اخوكي فين؟ مختفي من بدري وتليفونه مقفول من الصبح. لا ما اعرفش عنه حاجه من الصبح خالص. لا اله الا الله. لا انا هنزل اشوفه بره. اثبت يا انت جاي لمين هنا يا؟ انا جاي اسال على قضيه. وعايز اشوف ايه؟ سرق مني موبايلي وفلوسي. وانت بقى جاي ترجع حاجتك صح؟ اه. بيقول لك اه. لا انت نتك صوت على اه. قضيه ايه يا؟ في ايه؟ يا زميلي مين الواد ده؟ الواد ده بيقول بس يعني. بس انا افتكرتك يا انت عرفت السكت ازاي؟ والله يا اخ قضيه انا اخ ده بيقول لي اخ ولا يا زرقا ده حازم خلاف. ايه يا قضيه مالك موسع النشاط اليومين دول؟ عادي يعني كبير ما هي ماشيه وكلها بترزق. لا مش عادي. عادي ازاي وانا كل يوم والتاني بيجيني حوار جديد عني؟ خف النوى شويه. فين نادر؟ انا نادر يخصني. ماشي يا كبير بس الحوار كان على الخفيف يعني يا باشا مش محتاج من جيت. وبعدين ما هو اللي جاي عمال يرسم وينقرش ويلون كمان لو عاوز. بقول لك يخصني. وماله يا كبير مفيش مشكله. هقم انت ليك عنده ايه؟ 350 جنيه وموبايل. الحاجات دي ترجع يا قضيه. لو على الفلوس يا كبير مش حوار هتقدر. بس انا اتصرفت في الموبايل. لما حازم خلاف يقول الحاجات دي ترجع يبقى ترجع يا قضية. يا شبير ترجع. يعني هو اللي ضرب ابوك؟ ايوه باشا ضربه وانا ابويا ما يتلبش. طيب اهدى يا سعيد اهدى. نعمان جه؟ لسه محمود بيه بس ابو سعيد جه بره. طب كويس اوي هاته. تمام سيادتك باشا. تعبتك معايا يا ريس خلاف. بقيتك دي على راسي. ما تقولش كده يا ناصر. انت ابني الغالي وابوك جمايله مغرقاني. حاجتك معاك عظيم. اسمع يا ابني تاني مره ما تفتحش صدرك او كده وتدخل خرابه الاوباش. وقال ايه جاي ترجع حقك. العيال اللي انت شفتها دي كلها في يوم وليله هتبقى في خبر كان وخبرهم هيجيب زغاريط. انت ليك اهل قلبهم ينفطر عليك لو جرى لك حاجه لا سمح الله. وانا لولا ناصر وابوه وسطوا لك انا ما كنتش نزلت النزله دي. المره الجايه خليك فطن وما توقفش لحد في نص الليل غير وانت مطمن ومأمن نفسك. جميلك ده على راسي يا ريس خلاف ونصيحتك دي هحطها حلقة في ودني. ايه يا شايف؟ مش انا قلت لك بلاش المقابلات دي. ليه تحطني في الموقف ده؟ معلش معلش ان انا زنيت بس الموضوع اللي عايزك فيه مهم. خير؟ انا عايز اتجوزك يا روح وفي اسرع وقت. طب ما انا قلت لك ان بابا مش جاهز لمصاريف الجواز. انا مش عايز حاجة من بابا. بقولك انا محوش مبلغ كويس قوي اقدر اتمم بيه الجوازه دي. مش عايزك غير بشنطه هدومك. انا بس عايزك تفتحي في الموضوع وخدي لي ميعاد اجي اقابله فيه بس في اقرب وقت ممكن. مفيش. الله يحزك يا نوال. لسه زي ما انتي. فايتك حكايات ملهاش اول من اخر. حكايات تملى أفلام ومسلسلات من اللي كنت بتحبيها. أبوك هيجنني. آه هيجنني والله. شكله كده داخل على زهايمر. تخيلي ما بيعرفنيش أنا والحكاية دي بتحصله دايما وهو صاحي من النوم أو عايز ينام. لا بس اطمني يا حبيبتي اطمني. عم شتا وماما نواعم قاعدين معانا معززين مكرمين وانا شايلهم في عينيا. لا سعيد كويس. سعيد كويس راجل وعنده كرامه وعزه نفس. واللي عاجبني فيه قوي انه عنده امل. نادر بقى هو اللي يا عيني
يا عيني عليه، لسه بيدور على حاله، هو اللي شايل الهم معايا في سنة رابعة في الكلية وراه مذاكرته، وغير كده بيشتغل على توك توك. حصل معاه حكاية من يومين، ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي احكيها لك علشان ما وطركيش. أما روح بقى، مالها بقى روح؟ خضتيني يخرب عقلك. ما انتي روح بقى وكده. طب تعالي يا شبح، تعالي هاتي الكرسي ده واقعدي جنبي. حاضر حبيبتي. قولي بقى، كنت قاعد بتعمل ايه؟ قاعد بتصرر مع مامتك. انما انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ حسيت بيك وانت طالع، وكمان انا ما كانش جالي نوم يعني وصحيه، وقلت اجي اشوفك مالك. حنينه زي امك يا رب. بابا، هو انت عمرك فكرت تتجوز بعد ماما؟ لا طبعا. اولا نوال ما تتبدلش، واللي يجي مكانها خسران. أمك أصلها كانت في حتة تانية خالص. وثانيا أنا لو كنت فكرت أتجوز بعد ماما، كان إزاي حقنع جدك وجدتك إنهم يفضلوا عايشين معانا؟ أكيد ما كانش هينفع. ربنا يكرمك يا بابا، طول عمرك طيب وحنين. وانت كمان يا حبيبتي، من وانت صغيرة قد كده طول عمرك حنينة. بس أنا برضو بفقسك لما يكون لك طلب. انت عايزة تقولي حاجة؟ ها قولي. اصلا انا بصراحة يعني في حد عايز يتقدم. حد مين ده؟ هشام ابن عباس النجدي. أتاري ستك نواعم بتقولي إن الحاج عباس عدى عليا وطلب يقابلني بكرة. قلتيلي بقى إيه ده؟ طلب يقابلك؟ أيوة، طلب يقابلني وقال إنه هيجي بعد المغرب على طول. إنما استني هنا، وإيه اللي بينك وبين هشام بالظبط؟ أنت عودتني على الصراحة يا بابا. بصراحة يعني في كلام بيني وبينه يعني، بس على خفيف. وهو قال لي ان هو معجب بيا وعايز يتقدم لي وكده، وانا يعني متقبلاه يعني ومرتاحه له بصراحه. بس كده؟ والله العظيم بس كده. والله عموما يا حبيبتي انا واثق فيكي وفي تربيتك، وعارف انك طول عمرك صادقه معايا. والواد هشام كويس، ابن حلال وطيب. كمان بحس كده. بس برضو كان لازم تقولي لي يا روح اول ما حصل بينكم كلام. معلش. عموما من هنا لغايه بكره انا مش عايز ولا حرف بينك وبينه. ها؟ حتى لو هو طلبك ما ترديش عليه. لغايه ما ييجوا ونقعد معاهم ونشوف هنعمل ايه. وربنا يقدم اللي فيه الخير يا حبيبتي. بحبك قوي، بحبك. الحقيني يا نوال الحقيني، شكلي داخل على تجهيزات ملهاش اول من اخر. الناس اللي جايه بكره دي مش لازم نقدم لها حاجه؟ يعني حتتين جاتو، حاجة تتشرب، وروح. ده روح صحيح لازم تلبس حاجة كده عليها القيمة، حاجة جديدة وحلوة، علشان يعني علشان لو الناس طلبوا يشوفوها لما يجوا. بس انتي ما تخافيش، ما تخافيش يا حبيبتي، أنا هتصرف. أنا عارف إن التجهيزات دي ربنا هو اللي هيساعدني فيها. طبعا ربنا موجود. لا سيبني انا موضوع الماديات، انت خايف في موضوع الفلوس. انت ناسي ان انا كنت كاشير
لما تيجي ست الشبكة والمهر دي طلعتي أنا. طلعتك جاية يا عم شيطة مال. آه بس في القعدة الجاية بقى والعلمك هتبقى هي دي القعدة الكبيرة. ها سيبني أنا أتكلم عم شيطة. عم شيطة ها خلي بالك مع جدوى. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا حاج عباس. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. اتفضل. ربنا ساتر. اتفضل يا حاج اتفضل. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا حاج اتفضل. اتفضل يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إيه تشرب إيه؟ لا ولا حاجة. مفيش داعي. مفيش داعي ده ايه يا راجل؟ معقول تشرفنا بالزيارة وما تشرفش حاجة؟ اتفضل كله من خيرك كله موجود. حاجة ساقعة شاي قهوة يعني... اختار لك انا اختار لك. قوم يا نادر افتح حاجة ساقعة. تمام. ولا اقول لك استنى اعمل شاي احسن. الجو النهاردة برد. ماشي. شوف بقى يا استاذ هادي انا جاي لك في موضوع مهم وحساس شوية بس ان شاء الله خير. اتكلم؟ اتكلم براحتك طبعا. دول ولادي وجدهم. ما انت عارف يا حاج عباس. طيب تمام. طبعا انت عارف ان احنا جيران من عمر. احلى واغلى جيره والله. طبعا الحمد لله الحمد لله. لما عمي زيد اتوفى الاوضاع اتغيرت يعني بقى في ورث وحاجات زي كده بتحصل يعني. وانا اتعلمت لما طاقه خير تتفتح قدامي اجرلها بالمشوار. كلام جميل. ربنا يجعل الخير في سكتك دايما. امين يا رب العالمين. وطاقه الخير دي في البيت ده. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف يا حاج عباس احنا طبعا اتشرفنا جدا بمجيتك دي ويشرفنا كمان اي حاجه تربطنا بيك. الله يكرمك الله يكرمك. عارف انا ابويا رحمه الله عليه كان علمني حاجه زمان. قال لي لما الدنيا تضيع على الواحد لازم يعمل اي حركه ما يقعدش مكان. يعني يغير عتبه يغير شقه يغير نوع شغلان اي حاجه المهم حاجه مختلفه عن الوضع اللي هو فيه فتره الضيقه. الله 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 كلامه حكم والله رحمه الله عليه. سامعين يا اولاد؟ سامعين الحكم اللي بيقولها عموكو عباس؟ وعلى هذا الاساس بقى انا جيت لك ومدد لك ايدي واتمنى ان احنا نتعاون مع بعض. بصراحه كده بقى انا ليا عندك حاجه واثق انها غاليه عليك قوي بس مش خساره في ايه. يا حاج عباس انت راجل محترم ومن عيله كريمه ومفيش حاجه تغلى عليك. بس كمان ابنك هشام بسم الله ما شاء الله عليه ما يتخيرش عنك كده. ذوق وأدب وأخلاق ونعمة تربية عقبال ما تفرح بذريته. الله يكرمك يا رب الله يكرمك. أدينا هو بشوف العروسة وإحنا لينا الشرف والله. الله هو إيه الموضوع؟ دارية هو 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 اسمه إيه؟ عباس. دارية حاج عباس أنت فاضي وموراكش حاجة؟ ما تخدش في الموضوع. اتكلمنا في الشبكة والمهر واللازم منه مش معقول هننتظر الوقت ده كله. يا عم شتا يعني الصبر شوية يا عم شتا. احنا مش هنتكلم دلوقتي يعني في موضوع شبكة ولا مهر ولا حاجة منتي. خلينا الأول نقرأ فتحة الولادة. يعني يا سيدي بسم الله. استنى بس استنى انت وهو ولاد مين اللي هنقرأ فتحتهم؟ هشام وروح. ايه الكلام ده؟ واضح كده ان في سوء تفاهم. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ما تستنى شويه يا عم شتا شويه. يا حاج عباس احنا فاهمين ان انت جاي علشان تخطب بنتي روح لابنك هشام لان ابنك هشام اتصل ببنتي روح امبارح وقال لها انه جاي يتقدم لها. وبعدين لما انت طلبت ان انت تشوفني وتشرفني بالزياره ودي اول مره تجينا
فطبيعي اننا نفهم انه هو ده السبب. هو مش كده برضو؟ لا طبعا مش كده. هشام ابني هيتجوز بنت عمي. انا اصلا مش عارف انت جبت الكلام ده منين. او انا. طب لو الموضوع كده بقى ما تخليش ابنك يكلم اختي تاني. نادر، من فضلكو انا قاعد وبتكلم. يا حاج عباس، ممكن اعرف ايه سبب الزياره الكريمه دي؟ ما انا قلت لك البيت ده انا ورثته انا وبنت عمي اللي هتبقى مرات ابني، واحنا خلاص قررنا نهد البيت بتاعنا ونهد العماره دي كمان. انهي عماره؟ الله، ما الكلام واضح. العماره اللي احنا فيها دي. وبعدين مش احنا قلنا لما الدنيا تضيع على الواحد يغير عتبه؟ ما تغير عتبه عم هادي. أغير إيه وعتبة إيه يا عم أنت؟ أنت بتقول إيه؟ أنا لا يمكن أسيب بيتي ده أبداً. أروح فين أنا وعيلتي؟ وأرض الله واسعة يا سيدي، أرض الله واسعة. وبعدين أنا هراضيك، ما تقلقش. تراضي مين؟ أنت بتقول إيه يا جدع أنت؟ اللي أنت سامعه يا هادي، أنتوا هتسيبوا البيت ده وبعدين ما تعليش حسك عليا، سامع؟ أنا بتكلم في مالي، في ملكي، أعمل ما بدالي، وأنتوا هتسيبوا البيت ده ذوق عافية هتسيبوه. لا لا ذوق ولا حاجة. هادي هادي. ايه في ايه؟ روح بنتي. روح روح. مالك يا حبيبتي؟ روح روح. شوف يا نادر حاجة مفوقة يا حبيبي، بصلة ولا حاجة. روح روح. لا حول الله يا رب. راح فين؟ راح المعهد. اشمعنى النهارده يعني؟ انت بقالك كذا يوم ما بتروحيش. هو ايه السؤال ده؟ ايه؟ ايه يا ابني التحقيق اللي انت فاتحه مع اختك على الصبح ده؟ مفيش حاجه. طيب يلا يا بنتي، يلا توكلي على الله، ربنا يستر طريقك. خلي بالك من نفسك. ربنا يخليك لينا يا بابا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورايا انت قافله تليفونك، انا مش عارف اوصل لك. وتوصل لي ليه؟ ما انا قلت لك ان كل حاجه خلاص. خلاص ايه؟ مفيش حاجه اسمها خلاص. بقولك انا مش هستسلم، انا بسهوله كده وانا مش هتجوز حد غيري. ماشي ورايا بعصايه وشاف هشام واقف يكلمني، قام ضربه على دماغه موقعه. يا مسبتي
وانت تقفي تتكلمي معاه بتاع ايه؟ انا والله ما وقفت اتكلم مع حد. هشام هو اللي شافني واقف اتكلم معايا والمين فضحني في نص الحته. اخس عليك يا نادر، دي عامله برضو تعملها يا ابني؟ انت ايه، مخك مش في دماغك؟ انا ليا كلام مع ابوه. تعالي يا روح. تعال يا ابني، تعال يا ابني، اقعد. انت ضربت الواد اللي كان واقف مع اختك؟ ايوه يا جدي. انت كنت غضبان ساعه ما ضربته؟ طبعا. عايز اشوفه واقف معاه واسكت؟ شوف يا حبيبي، الغضب فطر ربنا سبحانه وتعالى حطها في خلقه، ولازم هيجي علينا وقت من الاوقات ونغضب، بس الغضب لازم يكون في محله ولازم يكون له سبب. في الحالة دي هيبقى غضب طيب وكريم وصلح الغلط، يا إما يبقى غضب كريه وخبيث ودمر. أنا يا ابني خلاص، عقلي بيهرب مني. عايزك لما تغضب تحترم غضبك وتسيطر عليه وتعمل حسابه، لأن غضب من غير عقل بقل الدين ولا الأدب. خير. السلام عليكم. بابا الحد عباس عاوز. طيب خير ان شاء الله يا حاج عباس. كنت عايز اتكلم معاك شوية يا عم بهادي، ما تيجي نقعد؟ بكرة ان شاء الله بعدي عليك. لا والله ما ينفعش بكرة. وانت مالك انت يا ربيع دخاخ؟ وانا وجهت لك كلام؟ لا بس انا وجهت لك وبقول لك ما ينفعش بكره، الموضوع ما يستحملش لا انتظار ولا تاجيل. بكره يا حاج عباس ان شاء الله هعدي عليك في وقت مناسب. لا تظهر ما سمعتوش ولا ايه؟ فبيقول لك الموضوع ما يحتملش تاجيل، لو ما جيتش تقعد معايا دلوقتي عشان نتكلم يبقى انت بيدك بتضيع اخر فرصه للكلام معايا، والهات وخد. وما تلومش ساعتها غير نفسك، انا مش بهددك، انا بس بوعيك عشان حق الجيره والعشره اللي بينا. انا مستنيك قدام المحل، هتيجي تقعد معايا نشرب كوبايتين شاي واقول لك على اللي عندي. السلام عليكم. مش هيجي ولا ايه؟ مين اللي قال لك مش جاي؟ هو جاي اهو. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. اديني جيت اهو يا حاج عباس. اتفضل اتكلم. سبق وقلت لك على موضوع الاخلاء، ودي حاجه هتحصل هتحصل، بس انا عشان خاطر حقوق الجيره واكراما للعشره قلت اعرض عليك مبلغ كويس تاخده وتسيب الشقه ونفسخ العقد. وهتديني كام يعني؟ والله يعني ممكن اديك. استنى، ما تفكرش وما تقولش، لان انا مش هاخد منك فلوس، لان انا بصراحه كده مش هسيب الشقه بتاعتي ابدا. ما تفتح مخك بقى يا عم، بيقول لك هيديك قرشين حلوين. شقه ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ هي كلها اوضه وصاله. صحيح، هي اوضه وصاله، بس الاوضه والصاله دول ما يسووش عندي كنوز الدنيا كلها. الاوضه والصاله دول يا حاج عباس انا اتولدت فيهم وعشت فيهم مع ابويا وامي لغايه ما ابويا وامي ماتوا فيهم برضه، والاوضه والصاله دول انا اتجوزت فيهم وخلفت عيالي فيهم، لما مراتي توفت الله يرحمها برضو توفت فيهم،
شفت بقى الأوضة والصالة دي يسوى عندي قد إيه؟ يبقى فلوس إيه بقى اللي أنت بتتكلم عنها يا حاج عباس؟ ده آخر كلام عندك يا هادي؟ يعني أنت فعلاً مش عايز تسمع العرض؟ ولا عرض ولا طول، الحكاية ما فيهاش عروض، لأن أنا متمسك بالشقة بتاعتي ومتمسك بالعقد كمان. يبقى خلص الكلام، وحتى عرض الفلوس اللي انت مرضتش تسمعه عمرك ما هتسمعه. بس خليك فاكر يا هادي، انت اللي اخترت تنطحني وهتدفع تمن ده، والشقة هتسيبها. يلا توكل على الله. وكفى بالله وكيلة. السلام عليكم. وعليكم. ما فين الناس اللي هنا؟ ازيك يا ام مروه؟ الله يسلمك يا عم شت. انا لسه زعلانه عشان يخلص احنا من الحوار ده. ايه النوم ده كله؟ انت نمت النهارده كتير قوي. مش عارف امال الناس راحوا فين. هادي وسعيد ونادر راحوا يقابلوا الراجل ده اللي اسمه عباس منه لله. اه شوف انا عملت لك بقى ايه، غليت لك شويه ورق جواف عشان انت كحتك بقت وحشه. خد. بتحبيني يا نواك؟ جرى ايه يا شيتك وانا ليا حد غيرك؟ على فكره انا بكلم ام مروه من زهق، كلكم بتسيبوني قاعد لوحدي، ساعات قاعد لوحدي لا حد بيكلمني ولا بكلم حد، ومش عارف اعمل ايه. انا بحس اني أو انتوا حسستوني اني خلاص ما بقاليش لازمة. وهي بتبقى قاعدة قدامي، انا بقعد اكلمها اتسلى يعني. ما تزعليش مني، انا واعي انا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك انت. وانا كمان ما حبيتش حد غير ابو نوال. خدش قوليها مرة ثانية. اللي هي ايه دي؟ قولي بحبك. قولي بحبك يا شيتا. جرى ايه؟ اذا كنت انا ما قلتهاش وانا عيلة صغيرة هقولها وانا في السن ده؟ انت ايه مخك فوت ولا ايه؟ مال السن بالموضوع ده؟ ملانين موجودة والقلب موجود. يلا قوليها مرة تانية. اسمع انا مش فاضية لك، انا ورايا مشوار. مش هسيبك تخرجي الا لما تقوليها مرة تانية. بحبك يا شيتا، خد اشرب بقى. وانا بحبك انا وعم. طب ايه اوعى سيب ايدي. سلام يا بنوان. مال هذه يا اختي على الصبح وصباح يفتحي عليه يرزق يا كريم. ام مروه. نعم. انا خلاص انا مش هكلمك تاني. ماشي يا عم شتا، يكون احسن برضه كده. كويس الحمد لله، لا اله الا الله محمد رسول الله. نواعم شتا
سايبه هادي لوحده ليه؟ انت عايش؟ ايوه عايش. سايبه هادي لوحده ليه؟ انتوا ماشيين الساعه 3. انت فين؟ اجيلك. هادي لوحده. قومي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. في ايه ستي مالك؟ شتا، شتا. ماله؟ كان هنا، كان هنا. شتا، شتا كان هنا. طلعتي من اوضتك؟ فين ابوك؟ في شغله. طمنيني عليك. سيبك منه، طمني انت عليهم. انا كنت قاعده جوه سامعه كل حاجه، بس مش قادره اتكلم ولا عايزه اخرج. لغايه اما جالي شتا وقال لي لازم تخرجي، وديني خرجت. قول لي انت بقى ايه اللي بيحصل؟ السلام عليكم. من فضلك الاقي فين الاستاذ هادي عبد الصبور؟ انا هادي عبد الصبور. انا المهندس سراج مدحت، رئيس لجنه فنيه من وزاره الاسكان. احنا مكلفين بمعاينه البيت وكتابه تقرير فني عن حالته، وعرفنا ان حضرتك الساكن الوحيد. ايوه فعلا يا باشمهندس. طيب اتفضل، البيت قدامك. اتفضل. عن اذنك. اتفضل. بناءً على تقرير اللجنة الهندسية، فإن العقار المذكور متهالك وبه تصدعات خطيرة، ووجب إخلاؤه وهدمه. قلت لك أكيد في حاجة غلط. البيت طول عمره ما فوقش مشاكل. أكيد اللي حصل في البيت ده حصل بفعل فاعل. جايز، الله أعلم. بس أنا من زمان بقول لك امشي، جهز نفسك وامشي، خد قرشين وامشي. لما أنت بقى ضيعت منك كل الفرص، ودلوقتي وعلى حسب اللي مذكور في التقرير ده والتعهد اللي أنت مضيه وحرصا على سلامتك وسلامة الولاد، أنا مضطر أقول لك اتفضل اخلي البيت. هلح فيه. هيو بس انا محتاج فرصة لحد ما لحد الصبح، عشان في لجنة جاية تعاين وتشوف ازاي هيتم الهدم. انت قدامك لحد الساعة 2 بس. يعني مش هينفع ده، انا محتاج وقت اطول من كده. لسه عايز اجيب عربيه نقل وكراتين علشان نحط فيها حاجتنا اذا كان على العربيه النقل والكراتين هديه مني ليه؟ دخلني شطه، دخلوا الكراتين. هتشيل شهام معاك ده. جيت في جمل. الكراتين كلها مكتوب عليها عباس. كراتين ايه؟ معرفش، انا لقيت
كراتين مكتوب عليها اسم عباس، بس مين عباس ده؟ الشقة اللي احنا قاعدينه كده مع بعض فرعنا كلها كام يوم وماشيين. ماشيين رايحين فين بس يا عم شتا؟ ماشيين البيت ده يا ابني. علك علك لسه روح ما هتلاقيش. انا ابويا عندنا خبر كويس لعم هادي. ربنا يكرمك سعيد. ايوه بابا. وانا مش هشوفك تاني. انا مش عارف انا رايح فين، بس اكيد هشوفك تاني ان شاء الله. بس انت بخد بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك يا سعيد. لو احتجت اي حاجة كلمني. ان شاء الله. ماشي يا نوال، كلنا ماشيين، بس طبعا هاخد الزرعة معاي. اصل الزرعة اللي انت زرعتها لي هاخدها معايا، وفي اي حتة هنروحها هراعيها واكبرها زي ما كبرت هنا بالظبط. تخيلي يا نوال، تخيلي انا مش عارف انا هروح فين انا والولاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بفكر أروح عند ولاد عمي في بني سويف، ولو إني يعني هم أحوالهم مش قد كده، وأنا كمان بقالي زمان ما روحتش البلد. إنما معرفش، حاسس إن ممكن ألاقي هناك بيت صغير كده يلمني أنا والعيال. مش عارف يا نوال، من ساعة اللي حصل ده أنا حاسس إني بقيت ضعيف ومهزوز قدام العيال، بس طبعاً مش مبين. بصي أنا متوكل على الله، حاسس إن ربنا لا يمكن يخزيني أبداً. ده أنا بدعي بالستر على طول، وعارف كمان إني دايماً الخير فيما اختاره الله. الحمد لله، الحمد لله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مش كده؟ لو انت سمعاني أو حاسة بيا ادعيلي يا نوال. عنك يا حاج. خلاص يا حبيبي خلاص، أنا حطيتها.
تسلم يا نادر، خليك مع اخواتك بقى. سوزادي. ايوه. انا يوسف ولد ناصر. اهلا وسهلا. اهلا بيه. لو تسمح لي، يعني انا عندي شقه كنت عاملها مخزن بس ما كنتش محتاجها، وان شاء الله يكون ايجارها بسيط. اي نعم هي صغيره، اوضه وصاله، بس بيتهيألي انها توفي بالغرض. والله انا متشكر جدا، بس انا الحقيقه شوفها، بس شوفها. تسلم. مادي خلصت؟ يا شعباس خلصت، وبيتك عندك. على فكرة انت عندك حق، بفعل فاعل. فاكر ساعة دفنة عمك شتا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري فيك لله. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله اتكل. الله، شفتوا القعده الحلوه اللي كان مستفرب بيها الشحات ده؟ الحمد لله على السلامة يا أولاد. الحمد لله على السلامة.